ينضم إلينا من لندن مراسل القاهرة الإخبارية أبو بكر بشير. إذن الكثير من الموضوعات التي تحدث عنها الملك تشارلز تنوي هذه الحكومة حكومته الجديدة في تطبيقها، أبرز هذه الملفات، وأيضا هل من جداول لتطبيق هذه المشروعات خاصة في ظل اقتصاد يحتاج إلى الدعم، وموضوعات أخرى مختلفة بشير؟ الجدول الزمني، دعنا نبدأ بذلك، هو فترة مال الحكومة، لأن كل ما حدث اليوم منذ الصباح وحتى الآن وحتى بقية النهار هو إجراءات بروتوكولية. عندما يعني قرر الملك مغادرة باكنهام بالاس وجاء على عربة تجرها الأحصنة إلى مجلس النواب، لكن في غرفة اللوردات حيث عرشه، جلس على العرش ثم تم استدعاء النواب الذين طبعا فازوا بالحكومة، جميع مجلس النواب جاءوا إلى مجلس اللوردات ليستمعوا إلى خطاب الملك الذي هو بالأساس خطاب الحكومة. هذا الخطاب تكتبه الحكومة، وهو عبارة عن برنامجها السياسي، يسلم إلى الملك، يقرأه الملك بصفتها حكومة الملك، وهذا هو برنامجها. لذلك لا نرى الخطاب يذهب باتجاه أي تقاليد ملكية أو أي إعلانات ملكية، هو مجرد يقرأ ما ألزمت الحكومة به نفسها خلال السنوات القادمة خلال فترة وجودها، وتحدث عن ملفات الهجرة، أن الحكومة سوف تقوم بوضع قوانين تسيطر على ملف الهجرة، ملف الطاقة، وهذا ملف مهم ومهم جدا يعني تتبناه الحكومة، والآن بصفتها حكومة الملك يتحدث الملك عن ذلك. الحكومة ذاهبة إلى إنشاء شركة حكومية تدير ملف الطاقة لتتخلص مما تصفه يعني سيطرة دول أخرى على ملف الطاقة في بريطانيا. دعنا نقول أن العمال ذاهبون بشكل عام إلى فكرة التأميم ولو بشكل جزئي، تحدثوا عن تأميم جزء من مستوى من ملف الطاقة، تأميم جزء من شبكة القطارات، كل يعني نوع من الخدمات به إشكاليات في السنوات الماضية يذهب العمال إلى إنشاء شركات حكومية تسيطر عليه. تحدث عن نحو 35 يعني مشروع قرار وقانون سوف يتم وضعها، حتى وصل الأمر إلى يعني إنشاء هيئة تنظم العلاقة الرياضية، إنشاء هيئة تسيطر أو وضع قانون ينظم سن من يسمح له بشراء التبغ والسجائر. إذن هو بالفعل برنامج الحكومة قرئ على لسان الملك. المهم في هذا الخطاب أنه من اليوم تبدأ الدورة البرلمانية بشكل رسمي، ومن اليوم يمكن القول أنه برنامج الحكومة للسنوات الخمس القادمة واضح المعالم، وهناك آليات موجودة، بمعنى أن عملية المحاسبة لهذه الحكومة قد بدأت بالفعل من الآن فصاعدا. لن تحاسب الحكومة على وعود بدون آليات تنفيذ، الآن هناك آليات تنفيذ، هناك برلمان فاعل، هناك قرارات شرعت أو تشرع، وبالتالي سوف تحاسب عليها. آخر ما يمكن ذكره هنا في إطار البروتوكول أيضا، أنه حافظ الملك وطبعا بريطانيا على عادتها باعتقال أو أخذ أحد نواب البرلمان رهينة في قصر باكنهام، لأن الملك موجود في البرلمان، يطلق سراحه عندما يعود الملك. هذا طبعا عرف يعني نعم، يعود إلى القرن السابع عشر عندما كانت هناك خلافات بين الملكية والبرلمان. نعم، وفي هذا الخبر العاجل تتحدث أبو بكر الشرطة البريطانية عن اعتقال 10 أشخاص قاموا بأعمال عنف أو ربما تخريب كانوا ينوون فعلها أثناء خطاب الملك. وإذن رؤية واضحة لهذه الحكومة تحدث عنها الملك، هل من انتظار لهذه الوعود من قبل الشارع البريطاني؟ لأننا نتحدث عن الكثير من الأزمات داخل قطاع الرعاية الصحية، داخل قطاع النقل، كل هذه القطاعات ربما جاءت هذه الحكومة لتصلح ما أفسده من كان في الحكم سابقا. صحيح، يعني الحكومة تم انتخاب العمال بناء على برنامجهم الانتخابي الذي لا يختلف كثيرا عما قيل اليوم في الخطاب، لكن الفرق أن الآن العمال أعلنوا عن آليات التنفيذ. المجتمع هنا أو العرف تتم المحاسبة بعد 100 يوم أولى، ماذا فعلتم على الأقل على مستوى القرارات والتشريعات وبعض الآليات والمشاكل الصغيرة. ولكن بكل تأكيد يعني المجتمع والشارع هنا متشوق لرؤية حلول بالأساس اقتصادية قبل كل شيء. يعني هذه المشاريع الكبرى الخاصة بالطاقة والقطارات، هذه مشاريع كبرى تستغرق سنوات حتى تحل، لكن ما يريده المواطن هو الحل الاقتصادي
لأن الوضع الاقتصادي كارثي يحتاج إلى قوانين وتشريعات سريعة وعاجلة. حتى هذه اللحظة لم يتغير وضع الاقتصادي، طبعا نحن أمام أيام فقط من عمر الحكومة، ولكن أعتقد أن لكن من الملاحظة أبو بكر في هذا الخطاب أن هناك ملفات بعينها استمرت فيها السياسة البريطانية مشابهة لما كان في السابق، نتحدث عن دعم أوكرانيا هو مستمر، كذلك دعم الناتو، هي سياسات إذن مستمرة في بعض الملفات اتفقت هذه الحكومة مع سابقتها عليها، فلماذا هذا الاستمرار؟ لا يوجد رؤية مختلفة عما يدور في السياسات الخارجية عنه في السياسات الداخلية؟ لأن هناك بعض الملفات توصف بالاستراتيجية والعلاقة فيها يعني لا تتغير كثيرا إذا تغيرت الحكومة، في حتى عندما كانت حكومة المحافظين تدعم أوكرانيا بهذا القدر وتنتمي إلى الناتو بهذا القدر، لم يكن العمال يتحفظون على ذلك، بل كانوا يؤيدون مبدأ دعم أوكرانيا والانضمام إلى الناتو، بل بالعكس هم يذهبون إلى الناتو أكثر من أي وقت مضى، لا سيما مع التخوفات من عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وعلاقته المتوترة بالناتو واضطرار أوروبا، وهذا ما تراه بريطانيا والحكومة الجديدة على أن تقوم هي بحماية نفسها لأنها لا تأمن كثيرا يعني مكر دونالد ترامب. وبالتالي ملفات كهذه هي ضمن الملفات الاستراتيجية، كذلك مثلا الحال في العلاقة مع إسرائيل والعلاقة مع الولايات المتحدة بغض النظر عن الأفراد. لدينا المرشح على منصب نائب الرئيس الأمريكي القادم نائب دونالد ترامب، هاجم بريطانيا ووصفها بأنها قد تكون الدولة الإسلامية الوحيدة التي بالفعل تمتلك أسلحة نووية في حال يعني عندما يفوز العمال. هذا هجوم قوي على الحكومة البريطانية، كيف رد العمال وحكومتهم؟ قالوا أن العلاقة استراتيجية مع الولايات المتحدة بغض النظر عن الأفراد. في هذه الملفات الاستراتيجية السياسات واحدة، هي كلها حكومة الملك وهذه بريطانيا وسياساتها الاستراتيجية واحدة. التغير في ملفات من مستوى أقل مرة أخرى، أهم شيء يؤثر هنا هو الاقتصاد، هذا ما يريده الناخبون، هذا ما تعد به الحكومة، التنفيذ يحتاج إلى وقت، الخلاف كم من الوقت سوف تستغرق الحكومة لإصلاح المشاكل الاقتصادية إذا تمكنت بالفعل من ذلك. أشكرك شكرا جزيلا أبو بكر بشير مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معنا من العاصمة البريطانية لندن، شكرا جزيلا لك.